السلام عليكم. في الفيديو ده هنكتب البحث بتاعنا، عشان كده يا ريت تركز في كل كلمة هتتقال عشان تهمك في البحث. هنعرف ايه هي المصادر اللي ممكن نبحث عليها، ولحد الانترو ما يخلص هتلاقي تحت زر الاشتراك، فعله عشان تتابع كل جديد. ممكن تكون متخيل ان البحث ده مسألة صعبة عشان انت معتقد انك هتكتبه من دماغك. اخر مرة كتبت موضوع من دماغك كان موضوع انشاء او تعبير، وده كان صعب عليك شوية. البحث ده اسهل من كده بكتير. ليه اسهل من كده بكتير؟ اولا في بعض الجامعات قالت انه ممكن يكون 1500 كلمة. 1500 كلمة بحسبة بسيطة كده يعتبروا 6 صفحات على مايكروسوفت وورد. هتشيل المقدمة وتشيل المصادر والمراجع هيتبقى 1250 كلمة، يعني 5 صفحات. فانت مش مطلوب منك بحث، انت مطلوب منك مقالة بحثية. اللي انت هتعمله ده مقالة بحثية، ودي حاجة سهلة جدا. ثانيا بعض الجامعات اقررت ان انت واصحابك ممكن تشتركوا مع بعض البحث، يعني ممكن 4 يعملوا مع بعض بحث، فالموضوع هيسهل عليك اكتر. ثالثا وده الاهم، انك حتى لو هتعمل البحث لوحدك فانت بتتعب في اول بحث بس. كل دكتور بيحط من 5 لـ7 عناوين او مواضيع في المادة الواحدة، فنصيحتي ليك ابدأ باكتر مادة بتحبها واختار من العناوين بتاعتها اسهل عنوان واقرب عنوان ليك. الخطوة اللي بعد كده بتاخد الكتب بتاعت المادة دي كمصادر اولية ليك عشان تطلع منها البحث. البحث بالنسبة لك هيكون كوبي وبيست الا في مراحل معينة، اللي هي المقدمة والخاتمة والمصادر. بس مش معنى كوبي وبيست ان انت بتاخد من غيرك، لا، انت بتطلع الكلام على الموضوع وبتعقب انت عليه، يعني التعقيب اللي هيتخلل الكلام ده هيكون بتاعك انت. عندنا مواقع عملاقة بحث زي باب ميد بالنسبة اللي في مجالات طبية، جوجل سكولر للمجالات العملية والنظرية، بنك المعرفة المصري. وعشان نطبق على الكلام ده هنكتب مع بعض بحث دلوقتي هتفهم منه ازاي خطوات البحث. الفورم اللي انا هعتمد عليه في جامعة بني سويف نزلته، في بعض الجامعات هتنزل فورم البحث بتاعها، هستعرضه قدامكم دلوقتي واسيبه تحت في الوصف. وبعدين نبدأ نعمل بحث من الصفر. البحث ده هيمشي مع اي فورم لاي جامعة، مش البحث اللي هعمله، كيفية البحث اللي هنعملها واللي انت هتتعلمها دلوقتي. نبدأ كده نستعرض مع بعض. دي يا شباب صفحة الغلاف، بنحدد نوع الخط من هنا، المفروض ان هو تايمز نيو رومان او سمبليفايد عربيك او حسب نوع الخط اللي يكون مطلوب يعني، بس غالبا تايمز نيو رومان رسمي وبيعتمد. بعد كده حجم الخط اللي هعمله جوه البحث مش في صفحة الغلاف، المفروض ان هو بيبقى ايه 16 14 او 16، العناوين بتبقى بال 18. هنا جامعة بني سويف بكتب اسم الجامعة بتاعتي، كلية كذا، قسم كذا، شعبة كذا، الفرقة كذا. هنا عنوان المقالة البحثية، العنوان اللي من ضمن العناوين المطروحة عليا في المادة نفسها. بنزل ضمن متطلبات اجتياز مقرر كذا، المقرر ده اللي هو اسم المادة بتاعتي. اعداد، هنا هتكتب اسمك او اسماءكم لو انتوا اكتر من واحد مشتركين. اشراف، اسم الدكتور او اسم لو مثلا المادة بيدرسها 2 دكاترة ممكن نكتب 2 دكاترة. بعد كده العام الجامعي 2019-2020، مثلا لو في جامعة مركزية زي جامعة الأزهر ولها أكتر من فرع في محافظات كتير فبنكتب المكان، مثلا دمياط العام الجامعي كذا، دمياط 2019-2020 أو القاهرة 2019-2020. دي صفحة الغلاف، وهنستعرض الشكل بتاع جامعة بني سويف وهسيبه لكم تحت في التعليقات زي ما قلت لكم في الوصف. ده ايه البيانات، وبعد كده قائمة المحتويات اللي هي الفهرس يعني، تمام، اللي في تقسيمة البحث من جوه. ملخص بقول انا هعمل ايه في الموضوع ده. بعد كده الكلمات المفتاحية، هناخد كل ده دلوقتي بالتطبيق ازاي نبحث عنه وازاي نعمل بحث كامل. المقدمة، اهمية البحث، تتلخص اهمية البحث الحالي في العناصر التالية. نخلي بالنا اهمية البحث واهداف البحث، تحدد اهداف البحث في العناصر التالية. هل لازم يكونوا 6 زي ما هو موجود كده؟ لا، ممكن 3 عادي يعني. أهمية البحث وأهداف البحث، نلاحظ إن لازم يكون في بينهم تناسق. يعني إيه بقى؟ دلوقتي بنتكلم عن مرض أو عن مسألة الوعي، مسألة السرقة كجريمة. أهمية البحث محاولة تحديد دوافع السرقات مثلا، ده أهمية الإيه؟ البحث. طيب في أهداف البحث، بعد ما أعرف محاولة تحديد دوافع السرقة، في أهداف البحث لازم تكون بتعالج المشكلة دي، الحد من كذا. دوافع السرقة ممكن تكون الفقر. أهداف البحث إنه بيبحث كيفية رفع المستوى المعيشي لبعض الفئات عشان ما تضطرش للسرقة.
يبقى أهمية البحث الايه هتتناسق مع أهداف البحث. حدود البحث ومنهجه. الحدود الموضوعية، الموضوع بتاعنا بتكلم عن السرقة، هل سرقة الأعضاء ولا سرقة العقار ولا سرقة كذا. طيب الحدود الزمنية، في أي زمن أنا بتكلم، في أي زمن. الحدود المكانية، بعمل مسح المكان معين، يعني أنا هتكلم مثلا الكلام ده في القاهرة ولا في الجيزة ولا في الغربية ولا في اسكندر كده يعني. أما بالنسبة لمنهج البحث فقد اعتمد البحث على المنهج تقريبا، لو ما تحدد لكمش منهج فانت معتمد على المنهج التحليلي، تمام، بعد اعتمادك على ربنا طبعا. متن البحث، المبحث الاول نتكلم عن الموضوع، وده ان شاء الله هناخده دلوقتي بالتطبيق، والمبحث الثاني بعد المبحث الثالث الرابع، كل ده ايه ممكن يكون ليه لازمه وممكن ما يكونش ليه لازمه، يعني ممكن احنا البحث بتاعنا نخلصه في الخمس ورقات وهم في مبحثين بدون ما نروح للمباحث اللي بعد كده. الخلاصه دي ممكن نسميها الخاتمه او النتيجه، وبنكتب فيها احنا توصلنا لايه، توصلنا ان ضروره الحض على اخراج الزكاه والصدقات لتقليل السرقه في المجتمع كده، يعني النتيجه اللي انا البحث توصل ليها. المراجع، برتب المراجع. تعالوا بقى ناخد الكلام ده تطبيقي على اي موضوع نختاره دلوقتي. شباب خلونا نتكلم عن توبيك، اي موضوع كده ممكن يجي على دماغنا. نتكلم عن شخصية مثلا، شخص ولتكن صلاح الدين، تمام، يبقى صلاح الدين الايوبي. صلاح الدين الايوبي، انا مجرد ما اكتب اسمه كده على جوجل وابدأ ابحث، يبقى انا باخد بس معلومات عامة عنه، مش بعمل بحث. انا دلوقتي عايز اعمل بحث موثق من مصادر موثقة موثوق فيها، مش اي حد كاتب كلمتين على فيسبوك مثلا هتروح هتاخد من عنده، لا، لازم ايه المصادر اللي هدور فيها. اول حاجة الكتب، رسائل الماجستير والدكتوراه، بعد كده المقالات العلمية المعتمدة في الدوريات والمجلات المعتمدة، يعني مقالات كاتبها مثلا اي باحث او دكتور شغال او كاتب في جريدة معينة، ما اخدش مقالات مثلا ايه من على النت او مقالات لقيطة كده. ادور على الكتب ازاي بقى؟ لازم اعرف انا معايا تلات حاجات لازم ادقق قوي وانا بستخدمهم عشان هيوفروا عليا كتير. بدل ما اروح اشتري كتب احط التقنيات دي في دماغي هتوفر عليا كتير. ايه هي؟ اول حاجة بكتب .pdf، يعني بحول اللغة كده وبكتب .pdf، يبقى هو هيوديني للحاجات الموجودة pdf، يعني عندي طلع سيرة صلاح الدين، كتاب صلاح الدين، تاريخ صلاح الدين، رواية صلاح الدين، كتب صلاح الدين، بحث صلاح الدين الايوبي. لو عملت على الاطلاق كده هيوديني لكل الحاجات المكتوبة pdf عن ايه، عن صلاح الدين. ممكن اعملها وورد، اكتب .doc اللي هو الدوكمنت، تمام، بدور في الايه في الدوكمنت هيطلع لي وورد .docx، لا انا بعتمد الامتداد بتاع .doc، وهو برضو هيجيب لي اي حاجة مكتوبة .docx اللي هو الوورد العادي والوورد المطور. عندي حاجة كمان اللي هي PPT، ملفات الباوربوينت. احيانا في ناس بتعمل مقالات بحثية في باوربوينت وبتعرضها عادي يعني، فبدور في .pdf .doc .ppt. نبدأ بال .pdf، ضغطنا كده، تحميل كتاب سيرة صلاح الدين مكتبة نور، تحميل كتاب صلاح الدين الأيوبي مكتبة نور. طيب تحميل كتاب صلاح الدين الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة كذا. هلاحظ ان انا عندي كتير سيرة صلاح الدين الأيوبي المسمى النوادر السلطانية والمحاسن، بضغط على ده مثلا، تمام، بضغط على ده عشان يجيب لي ايه، هيفتح لي PDF وهبدأ اقرأ عنه. انا دلوقتي عايز اعمل مثلا ده ايه، ابو المحاسن بهاء الدين ابن شداد مثلا، يعني باجي جاي كده بحمل الكتاب قاهر الصليبيين صلاح الدين الايوبي، تحميل وقراءة كتب صلاح الدين الايوبي، يعني بلاقي حاجات كتير عن صلاح الدين الايوبي، بس انا هاخد مثلا الايه الملف PDF اللي انا نزلته دوت، تمام، في هنا صلاح الدين الايوبي ومش مكتوب جنبيه PDF زي اللي فوق دي، في هنا بدخل اشوفها كده بيفتح لي PDF، بطل حطين ومحرر القدس. طب ده ايه، كتاب ولا حد هاوي اللي كاتب؟ الاصدار الاول الصفحه، طيب نسب صلاح الدين، ولاده صلاح الدين، جميل جدا. انا اتفتح قدام موضوع زي كده، اول ما ادخل في المقدمه هعمل ايه؟ يعني انا دلوقتي المفروض ان انا هعمل بحث، هعمل بحث من الصفر، بحث في كذا، بفتح البحث بتاعي، المفروض ان انا بعمل
هنا 18 مثلا عشان صفحة الغلاف، وبعمله تايمز نيو رومان ماشي، جامعات كذا، كلية كذا، قسم تاريخ مثلا، شعبة حضارة إسلامية فرضا، الفرقة كذا، تمام. بعمل ممكن احط اللوجو بتاع الجامعة هنا، بعد كده بكتب عنوان البحث مثلا ايه، صلاح الدين في ميزان التاريخ فرضا يعني، بعمل له كنترول اي عشان يبقى في الوسط، ده العنوان، وبعمله بولد تحت اشراف، واكتب استاذ المادة اعداد، وبكتب اسمي، او لو احنا اكتر من حد هكتب الاسماء كاملة ماشي، وبقول مثلا القاهرة 2019. الصفحة اللي بعد كده بعمل كنترول انتر عشان يعمل لي بريك وينزلنا على الصفحة، بكتب المقدمة. المقدمة ممكن اكتب فيها من عندي، ومش ممكن لا، يستحسن كمان ان انا اكتب فيها من عندي، واعتمد على نفسي، واعتمد كمان على ايه، الحاجات المتوفرة. يعني المقدمة ممكن اخد من هنا بس هوثقها، وهنعرف التوثيق كمان شوية. ممكن اكون معلومات عن صلاح الدين عامة بقى، بقرأ كده بكون معلومات، مثلا دخلت ويكيبيديا اكون معلومات فرضا يعني، وفرضا انا اللي كاتب الشغل اللي على ويكيبيديا ده هو كذا 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 كذا، بعرفه وانا بعرفه، باجي هنا بكتب في هذا البحث سأتناول شخصية صلاح الدين، لما لهذه الشخصية. هو انا لو بتكلم عن موضوع مثلا علمي، بتكلم عن مرض، اعمل ازاي في المرض دوت، هقول في هذا البحث بتناول مرض كذا، لان هذا المرض قد احدث تغييرا في منظومة انواع الامراض كذا، نشأ بدأ الامر في المكان الفلاني وتطور في الرقعة الفلانية، والعلاجات المتاحة ايامها كانت كذا، واول حد تصدى لاختراع العلاج كان فلان. بكتب مقدمة، عرض سريع لحاجة زي كده، تمام. طيب فرضا انا كتبت ده، كتبت خلاص يعني المقدمة، خلاص مليتها انا كده، تمام، خلصنا المقدمة مثلا يعني فرضا الكلام ده من كلامي، محدش هينسخ طبعا يا شباب، انا بقول لكم فرضا انا بعد ما كونت معلومات جيت صغت حاجة باسلوب. طبعا لازم ناخد بالنا للامانة العلمية، ما ينفعش ناخد كلام مش بتاعنا دون توثيق، بس هفترض ان ده كلامي انا، يبقى انا بقول في هذا البحث بتناول كذا، وبوثق للراجل اللي معايا ده كده. الصفحة الاولى خلصت يعني، انا الصفحة الاولى معايا كده ايه، خلصت ليه المقدمة. وبقول ايه بعد ما استعرض اهميته، يعني فرضا الكلام ده انه هيورد، لكن هو مش هكتب طبعا الكلام ده، انا بكتب في المقدمة زي ما شرحت قبل كده اهمية الشخصية وعرض سريع ليها، تمام. وفي هذا البحث سأتناوله بالدراسة، سأتناول ايه، شخصيته، اتناول شخصيته بالدراسة، وتقسيم البحث على النحو التالي. واحد، مولده ونشأته. اثنين، حياته العلمية والثقافية. ثلاثة، حروبه ووفاته. خلاص كده، يبقى انا معايا مبحث اول، مبحث ثاني، مبحث ثالث، خلوهم مبحثين، معايا مبحث اول ومبحث ثاني. بنزل المبحث الاول. المبحث الاول احنا قلنا سميناه فوق ايه، مولده ونشأته. بتكلم عن مولده ونشأته بقى بالتفصيل، يعني نسبه، اخدنا المعلومة دي مثلا، تمام. طبعا كل ما الخط كبر ده بيوفر عليك في الصفحات، خلاص يعني كده وصلنا نص الصفحة.
باجي في نهاية المعلومة كده في نهاية الاقتباس واعمل Alt Control F، فبينزلني تحت في الهامش هنا او هنا مثلا. خلينا في ده شكلت الحملة الصليبية مش عارف ايه، هو الراجل ايه كاتب مقدمة تمام، فانا هاخد منها صلاح الدين يا ابن دولة، واخدت ده وطبعته هنا. باجي هنا واعمل Alt Control F فبينزلني تحت للتوثيق. انا جايب الكلام ده من مين؟ بروح واشوف اسم البحث صلاح الدين الايوبي والفن الحربي مروان سعد، المصدر مجلة الفكر الاستراتيجي العربي كذا كذا. باجي واخد ده وكتبه هنا، بكتبه هنا وليكن بحط رابط البقالة مثلا يعني. خلاص شباب، طيب انا كده خلصت. قول صفحة تايمز نيو رومان، احنا مثلا اللي فات ده كان مولده بي دي اف تاني فتح معانا، ده 232 صفحة. يبقى انا بعتمد على ده وبعتمد على المقالة اللي فوق دي وبعتمد على البحث ده اللي هو صاحبه معروف مثلا واسمه معروف اذا كان بحث موثق يعني، ومقالة لحد معتمد مش حد كاتب بالطريقة دي، وبعتمد مثلا على بعض المواقع التانية والمقالات الموثقة، واخدت من هنا مثلا كده. الحاجات دي كلها باجي جاي هنا في اخرها حاجة زي كلمة المشهورة طالعة غلط عشان ده بي دي اف واخدينه ماسحينه للوورد. باجي عند نهاية الفقرة كده واضغط كنترول الت اف فبينزلني، فبروح بقى ايه على اسم الكتاب البي دي اف اللي انا فاتحه، سيرة صلاح الدين الايوبي المسمى النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ابو المحاسن بهاء الدين ابن شداد. باجي كده واكتب ابو المحاسن بهاء الدين ابن شداد نقطتين، بكتب اسم الكتاب وليكن سيرة صلاح الدين، اسم الكتاب بعمله بول فاصلة صوت 23 مثلا. طبعا التوثيق بالشكل الاحترافي انتم مش مطالبين بيه لانه هو اعقد من كده شوية، بس فرضا ده اللي احنا شغالين عليه. هكتب اسم رقم الطبعة او الجزء الاول او الثاني لو الكتاب مكون من اجزاء، وخلاص على كده تمام. بس بعلمكم الايه التوثيق. فرضا كده انا عملت صفحة والتانية، يعني هاخد من موقع تاني برضو عن ايه، عن حياته بداية حياته. هقول كده انا خلصت صفحتين مثلا، بروح على الصفحة اللي بعديها بكتب المبحث الثاني. انا تناولت مولده ونشأته واصله هو منين. في المبحث الثاني اعماله بقى انجازات. انا برضو في المباحث بعتمد على مصادر، ما بعتمدش على كلامي انا، فانا عندي المصادر كتير مفتوحة يعني. انا دلوقتي المصادر اللي انا فتحها عندي كتير، عندي كتب دكتور المادة وعندي مصدر زي كده ومصدر زي ده ومصدر زي ده. باخد الحاجات دي اللي هي بتتكلم عن انجازاته. الصفحة دي انا ممكن اجي لحد هنا واخد من كتاب واحد، والفقرة اللي بعديها من كتاب تاني، بروح هنا وبكتب كنترول الت اف واقول كتاب كذا صاد كذا. الفقرة التانية دي انا جبتها من كتاب تاني، باجي في نهايتها الت كنترول اف واكتب كتاب كذا صاد كذا. ادي صفحة، وفرضا الصفحة اللي بعديها بنفس النظام. الفكرة في ايه؟ الفكرة ان مسألة البحث ما تخوفش، لان انت هيكون معاك مثلا 6-7 مصادر، وبعدين الجامعة بتحدد بعض بنك المعرفة مثلا او بعض الحاجات اللي ايه الرسمية اللي هتقدر تاخد منها، فالموضوع بيكون سهل وبسيط جدا معاك كتب دكتور المادة ومعاك المصادر والمراجع. خلصت انا كده ايه الصفحتين في المبحث التاني، احنا قلنا 5 صفحات. لو بصيت هنا عند الكاونتر بتاع الوورد هنلاقيه بيقول لي 1423 كلمة. انا خلصت، بنزل كده بكتب الخاتمة او نتيجة البحث او الخلاصة. بقول ايه في الخاتمة؟ تناولته وبتكلم عن اللي انا عملته شوية، بجيب النتائج، ايه ابرز النتائج اللي توصلت لها. طبعا صلاح الدين الايوبي اتكتب فيه كتير يعني، بس الكلمة دي على فرض ان هي نتيجة من نتائج البحث، على فرض ان انا بتناول شخصية اساسا التاريخ ما سلطش الضوء عليها، لكن صلاح الدين ما شاء الله كتير كتبوا فيه، ولذا النتائج مش بالبساطة دي، النتائج بتكون مفصلة اكتر من كده شوية. الخاتمة بتبقى عبارة عن نتائج وبعدين ايه توصيات. بوصي بايه بقى؟ يجب بعد الخاتمة المصادر والمراجع، بكتب القرآن لو هو اول حاجة، لو هو حاجة اعتمدت عليها. بعد كده كتاب الف، الكتب هنا برتبها ترتيب
ألف بائي، يعني كتاب ألف تمام، ما معيش كتاب ب مثلا، ما دورش على كتاب لازم يبدأ بحرف ب واجي احطه هنا، بعد كده كتاب ت، كتاب ج، كتاب ف. بعد الكتب بتيجي الرسائل والأبحاث. طيب بعد الرسائل والأبحاث بتيجي المجلات، بعد المجلات المقالات، بعد المقالات الروابط، بعد المصادر والمراجع بنيجي للفهرس. بكده يا شباب البحث خلص بمنتهى البساطة. الفهرس طبعا بيكون مرقمين الصفحات، لو بصيت هلاقي زي ما قلت لكم 1600 كلمة، وبكل بساطة نكون خلصنا البحث بتاعنا بعد ما نخلص الفهرس. الموضوع خدوه ببساطة، البحث تذاكر المادة كويس هتخلص البحث في يوم، يعني لو ذاكرت المادة كويس ورحت جبت مصادر هذاكر اخلص المادة في يوم. ما تعتمدش على التليفون، يعني حاول تنزل حاجات، تروح لحد عند الكمبيوتر تنزل من عنده مثلا بعض الحاجات البي دي اف، وتعتمد برضو على الكتب الورقية وكتب الدكتور وكده، خلاص انت بقى معاك المادة البحثية. الكلام ده في طب يتطبق، في هندسة يتطبق، في علوم، في ألسن، في كل المجالات دي يتطبق بالشكل اللي اتكلمنا عنه ده.